هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت وياكم فيديو جديد. اليوم الفيديو مثل ما شفتوا بالبدايه قال بصاله كليته، حبيت اسوي شويه تغييرات على الشتاء، بما ان الشتاء طبدنا هيجي يومي اقول لا بعد الشتاء مو هسه جاي، بعد الدنيا حاره لحد ما قلت لا خلاص صدق صارت بارده لازم افرش. فحبيت قبل الفرش اصبغ الصاله واسوي شي تنظيفات بسيطه حتى افرش. طبعا مثل ما تشوفون مريضه كلش كلش، اسم الله عليكم، فلاونزا وصدري مقبط، ومن هنا اني حامل فما اقدر اي علاج اخذه. هم قضيتها على الشوربه الحاره، يعني شغلات حاره اشربها بس على مود صدري فوق. ادري غايب عليكم صار فترة، بس والله العظيم كل ما اريد اجي اسوي الفيديو وما اقدر احكي. تقريبا صار لي 3 ايام صوتي كلش رايح، هسه يلا صوت شوي رجع، وقلت لا لازم يعني اصور لهم او انشر لهم. هنا انا مثل ما تشوفون زوجي بالبداية حب يداوي الحياطين، هنا باعوا الصخان طبعا مال تعرفون ماي مبردة، وبالصيف 24 ساعة فاتحين مبردات، هاي السوالف طيب شنو هاي كلية فخامة مال الصوار هاي السوالف، فحب كلية يداوي وبعدين يصبغه. وبهالأثناء أنا شنو سويت؟ جبت ماي حطيت شوية قاصر وحطيت شوية تايت، وجبت هاي الاسفنجة وهاي الفرشة حتى أنظف بيها التخم. وهنا هو بلش يصبغ، ما ادري ليش كلش احب ريحة الصبغ، يعني احب البيت من ينصبغ ريحة الصبغ بي، اول ما طبون البيت تشتمون ريحة الصبغ كلش احبها، وهيج احس البيت حتى ينظف، يعني ودي اني والله ودي كل شهرين اصبغ، يعني هيجي يعجبني كل شهرين اصبغ. فهنا انا بدي زوجي يصبغ، وباعوا القاع شنو صار بي. طبعا درد احط هذا النايلون، بس هو قال لي لا هذا يطلع بسرعه بس تذبين عليه ما يطلع، وتورطت لانه لزق بالحائط كلش كلش تعبني. يلا طلع من الحائط. وهنا انا التخم طلعته بالمسلك وبديت اغسله. انا على اساس الوجوه بصراحه املصهم واغسلهم بالغساله، لان جيت فاتحه الغساله دا اغسل البردات وهالشغلات، بس لما فتحته لقيته مخيط من الداخل وملزوق، يعني ما قدرت املصه، فرجعت سديت السحاب وجلفته. ترى هالفرشه كلش ناعمه بنات، يعني مو خشنه، لازم تاخذون فرشه شوي ناعمه على مود يعني تنظف لكم التخم، وبهالاثناء ما شكشق لكم الخامه مال التخم. اكيد هسه راح تقولوا لي ليش ما تجيبين فرشه للتخم. طبعا رحت وجبت فرشه وجبتها ولبستها للتخم، بس كلش طلعت مو حلوه، لان انا فصال التخم مالتي ويا كوشات كبار، والتخم التلبيسه مالته ما تجي وياها، يعني مال التخم كبيره تجي وياها مال كوشات صغار، فمن حطيته كلش صار المنظر مو حلو، يعني التخم مالتي ما يرهم له فرشه، لازم اني احافظ عليه اني اجلفه، او اقدر احط خمايه بس يعني على القعده، فاني ما حبيت احط الخمايه على القعده لان حسيت يعني المنظر حيصير مو كلش حلو. وهنا انا بديت اجلف بيه، طبعا هنا انا حماتي همينه اجت تساعدني بالتنظيف، فخطي هي لزمت يعني قنفة وأنا لزمت قنفة. بالبداية شنو سويت بنات؟ جبت بدي سفنجاية، إذا شفتوها من البداية اللي حضرتها نقعتها ونقعت التخم كليته، يعني بالسفنجة وجلفت التخم كليته، بعدين بالقاط الثاني يلا اجيت بالفرشة. هو بالتصوير طبعا ما مبين، هو شوي ناقع، يعني على مود خليت الوساخة كلها تطلع والتراب كلها تطلع، وبعدين اجيت مشيته بهاي الفرشة وتركته لحد ثاني يوم، بحيث صدق طلع يلمع، يعني رجع عبالك شلون اول ما جبته جديد. طبعا اني ما عندي احد يوسخ، يعني بس انا وزوجي، فماكو احد يوسخ بالبيت، بس شنو اللي صار عندي بنات؟
يعني الشتاء كله الشتاء كله انه بيتي نظيف ما بي كل شيء، بس بالصيف بسبب المبردات يدخل لي الصخام والتراب وهاي الشغلات، فتوسخ لي التخم وتوسخ البردات الحياطين، فهاي لازم ارجع اني انظف من جد وجديد. ولا الشتاء هو يجنن ليش؟ لان يكون البيت دافي 24 ساعة ويكون نظيف، يعني حتى لو تنظفين مرة واحدة باليوم او كل يوم تنظفين مرة واحدة راح تشوفين البيت كله نظيف وما عندك اي شيء غير بس المطبخ اللي هو يتوسخ، ولا باقي البيت لا يظل نظيف وحلو. شوفوا بالبداية قعدته بالسفنجة، يعني اجي الفجل فبسيطة بالسفنجة، وبعدين ورا ما انقع كل تابل اسفنجة اجي بهاي الفرشة، اي فرشة انتو عندكم تستخدموها، بس اهم شي يعني مقلتلكم ما شكشقلكم الخامة، تجون تنظفوا بيها صدقوني التخم يصير كلش كلش نظيف وكلش حلو، يعني يرجع جديد، يعني حتى اذا كانت بوساخة او بفشي كل يطلع. وصدق بنات ترى ما ناسية الغراض اللي جبتهم، حبيت اشوفكم اياها، بس انتظروني شوي شوية لما ابدي اعزل الغرفة من النوم ماتي اكيد راح اشوفكم اياها، واكو كومة شغلات اني وعدتكم بيها اصورها لكم، همنا انتظروني، لانه قلت شوي شوي ابدي بالبيت ما اقدر انظف البيت مرة واحدة كليته، فبديت اول شي بالصالة وهسه حشوفكم اياها قبل وبعد، وقلت بعدين ابدي بالمطبخ، واخر شي راح اعوف غرفة النوم انظفها. طبعا بس شوفوا الكاشي، يعني صدق دمرنا بالتنظيف. وهنا انا خلصت الكاشات كنتم نظفتهم على نفس الطريقة، والتخم همينة هنا أنا مثل ما قلت لكم حماتي ساعدتني بالتنظيف. وهنا انا عودي يعني مثلا عايشة الدور ودا اصبخ، قلت لزوجي حتى ها ما تقول ما ساعدتك بالصبغ، ترى اني هم صبغت، بس والله شعور حلو واحد يصبغ، بس شنو حسيت شوية وايدي خدرت، يعني قلت الله يساعد هذول الصباغين اللي هاي شغلتهم اصلا صاير ايدهم بيها. طبعا بالبداية ما كنا جايبين هاي الرولة، ما ادري شنو اسمها، مال بيبان، كنا جايبين بس هاي مال الشغلات الصغيرة، وجايبين الكبيرة مال الحياطين، فبديت اسواني بهاي لحد ما زوجي راح جابلنا واجا يلا كمل البيبان، لان هاي ما يصبغ بيها الباب، بس اني حبيت اصبغ بيها. شوفوا المنظر، وبهالاثناء اني جبت الدرج حتى ننظف البنكه. نظفت انا شنو سويت، نظفت البنكات مال البيت كليته مره واحده، يعني مو بس بهالصاله، لان قلت احنا صاعدين، فنظفت مال البيت كل البنكات، حتى البنكات بعد تبقى عندي نظيفه. شوف برات هنا انا زوجي جدا يكملها، بعد دوبك صار بايدي. طبعا هاي جينا ثاني يوم نجحت القاع كليته وجلسنا، لانه كلش تعبنا فما قدرنا نكمل بنفس اليوم. هنا انا رحت جبت يدات جديدة للبيبان لانه ذني صار بيها الصبغ، وجبت قلابات للثريا لان حسيت الضوء ما ذي شوية صار خفيف. شوفوا النتيجة شلون طلع القاع، هاي طبعا ورا تعب، والله تعب يمكن ساعتين احنا نجلف بيه، على ما طلع الكاشي جديد. وهاي النهاية، أتمنى يكون عجبكم، سويت تغييرات بسيطة للصالة مالتي، وبعد إن شاء الله كل ما أسوي شي جديد أكيد راح أشوفكم أول بأول، بس إنها شغلات يعني ضفتها جديدة للصالة حبيت أشوفكم إياها. ولهنا أنا بنات أني وياكم الفيديو، أتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا وياي، لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وبنات شجعوني بالتعليقات حتى أصور لكم وأنسى المرض وأنسى كل شيء وأرجع أحسن من قبل. مع السلامة.